بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنراجع مراجعه ليله الامتحان الصف الاول الاعدادي ماده الجبر الفصل الدراسي الاول. هنبدا بالسؤال الموضوعي اللي بيجي لنا في الامتحان. 3.25 يساوي 1. اول حاجه نرفع الكسر نخلي المقام 4. 4 في 3 ب 12 1 13 اضربها في كام عشان يبقى الناتج واحد؟ يبقى هكتب هنا المعكوس الضربي اللي هو 4 على 13، يبقى الاجابه 4 على 13، دي الترم مع دي ودي الترم مع دي، يبقى الناتج واحد. اذا كان 2 ا على 15 يساوي 2 على 3 فان ال يساوي حاصل ضرب الطرفان يساوي حاصل ضرب الوسطان. يبقى 2 ا في 3 يساوي 15 في 2. إذا الألف دي يا رب بتساوي إيه؟ 15 في 2 على 2 في 3. نشيل 2 مع 2 عدادة في الواحد عدادة في الخمسة، إذا الألف تساوي 5. السؤال الثالث المنوال للقيم 7 و5 و س زائد 4 و5 و7 هو 7. المنوال هو القيمة الأكثر شيوعًا في المجموعة، القيمة الأكثر تكرارًا في المجموعة. هو قال لي 7 يبقى لابد إن تكون السبعة دي متكررة كتير. السبعة هنا متكررة مرتين والخمسة مرتين، ما ينفعش كده يبقى المنوال سبعة، يبقى لازم العدد ده هو س زائد 4 يبقى بسبعة، ولكي يكون س زائد 4 بيساوي سبعة، لازم الس تساوي 3 عشان تبقى 3 زائد 4 بيساوي سبعة. أربعة س سالب ص في 3 س زائد 2 ص يساوي 3 س أس 2 زائد ك س ص سالب 2 ص أس 2، هو عايز الحد الأوسط قيمة كام؟ الحد الأوسط بيجي إزاي؟ مجموع حاصل ضرب الطرفان والوسطان. هلم الرموز اللي في المساله اللي هي س ص، هنضرب معاملات الطرفان 1 في موجب 2 ب 2، سالب 1 في موجب 3 سالب 1 في موجب 3 بسالب 3، اجمع 2 وسالب 3 تبقى سالب 1، اذا الكاف دي حل محلها سالب 1 يبقى الكاف بسالب 1. 5 اذا كان 5 على س ناقص 4 ينتمي الى ن، يعني عدد نسبي، فلا بد ان يكون المقام لا يساوي صفر، يبقى س ناقص 4 لا تساوي صفر، يبقى س لا تساوي 4 عشان لما احط الس في المقام ب 4 4 ناقص 4 صفر. 6 5 على 8 في 1 يساوي 5 على 8، اسم الخاصيه المستخدمه الضرب في المحايد الضربي، المحايد الضربي المحايد الضربي وهو الواحد. 7 مربع مجموع الحدين ا و ب هو، هنفذ من الاخر للاول، اجيب الاول مجموعهم واحطه في قوس وبعدين اربعه فيسمى ا زائد ب الكل اس 2. الوسيط للقيم 4 و8 و3 و5 و7، هرتب هذه القيم اما ترتيبا تصاعديا 3 4 5 7 8 او ترتيبا تنازليا، بشطب عدد من الاول مع عدد من الاخر فيبقى في نص 5 يبقى الوسيط 5. 9 الحد الجبري 6 ا اس 2 من الدرجه، هجمع الاسس بتاعه المتغيرات بتاعه الرموز، الالف فوقها 1 الب فوقها 2 1 و2 كام 3، يبقى من الدرجه الثالثه. اذا كان س سالب 3 في س موجب 3 يساوي س تسبيع موجب 9، ده حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بين نفس الحدين يكون الحد الاوسط بصفر. س في س بس اس 2 سالب 3 في 3 9، يبقى الكاف معاها سالب 9 يبقى الكاف بسالب كام؟ 9، دي موجب كاف ودي سالب 9 يبقى الكاف بسالب 9. الحد الجبري 2 س اس 3 ص اس 2 من الدرجه، هجمع الاسس اللي على الرموز 3 و2 5 يبقى من الدرجه الخامسه. الوسط الحسابي للقيم 2 و2 و3 و6 و7، الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عدد القيم 2 زائد 2 زائد 3 زائد 6 زائد 7، 1 2 3 4 5 على 5، 2 و 2 4 4 و 3 7 و 6 13 و 7 20 عشان 5 فيها كام؟ الا 4. مسألة رقم 13 الشرط اللازم لجعل 5 على س ناقص 3 عددا نسبيا، لازم المقام لا يساوي صفر، لو حطيت الس ب 3 3 ناقص 3 صفر يبقى س لا تساوي 3. 14 المنوال للقيم 4 و5 و4 و3 و7 و5 و4 هو القيمة الأكثر شيوعا في المجموعة، من اللي اتكرر كتير؟ الأربعة اتكررت مرة اتنين تلاتة، إنما الخمسة مرتين،
يبقى المنوال 4. إذا كان س زائد 3 على س يساوي 4 زائد 3 على 4، فإن السين بكام؟ السين دي حل محلها هنا 4، الثلاثة حل محلها 3، السين حل محلها 4، يبقى السين ب 4. 16 2 س ناقص 3 في س زائد 4 يساوي 2 س 2 زائد نقط سالب 12، برضه عايزين الحد الأوسط. لم الرموز الموجودة عندك س. هنضرب الطرفين 2 في 4 في 8، هنضرب الوسطين سالب 3 في 1 بسالب 3، هجمعهم 8 وسالب 3 موجب 5. الوسيط هنرتب اما تصاعديا اما تنازليا، 1 2 4 5 6، نشطب الحد الاول مع الاخير، الثاني مع قبل الاخير، يبقى الوسيط 4. مسألة 18 2 وثلث في نقط يساوي 1، هنرفع الكسر مقام 3، 2 في 3 6 1 7 في نقط يساوي 1، يبقى اكتب هنا كام؟ المعكوس الضربي 3 على كام؟ على 7، 3 على 7. المعكوس الضربي للعدد سالب 3، العدد سالب 3 هو سالب 3 على 1، معكوس الضرب هشالبه، يبقى نخلي فوق 1 تحت 3، وانا هحتفظ بالاشاره السالب في البسط. باقي طرح سالب 4 على 7 من 3 على 7، المطروح منه الاخير يبقى 3 على 7 ناقص افتح قوس سالب 4 على 7، 3 على 7 سالب في سالب بموجب 4 على 7 تساوي 3 على 7 زائد 4 على 7، 7 على 7 تساوي 1. الرقم 21 المعكوس الجامع للعدد المقياس، المقياس بيطلع موجب سالب 4 على 5، مقياس سالب 4 على 5 هو 4 على 5، معكوس الجامع بقى ل 4 على 5 سالب 4 على 5. 22 الحد الجبري سالب س ص من الدرجة، هنجمع الأسس اللي على الرموز، 1 1 2 يبقى من الدرجة الثانية. إذا كان 3 على 4 في س يساوي 1، طلع الناتج 1، يبقى كل من العددان النسبيان معكوسا ضربيا للآخر، يبقى س دي بكام؟ ب 4 على 3. المسألة رقم 24 2 على 3 زائد سالب 3 على 5، هنوحد المقامات، المضاعف المشترك الأصغر للمقامات 3 و 5 هو كام؟ اخد العدد الكبير 5، انت تبقى الاسم على 3؟ لا، اضربه في 2 يبقى 10، تبقى الاسم على 3؟ لا، اضربه في 3 يبقى 15، تبقى الاسم على 3 اي، يبقى المقام 15. 15 على 3 يبقى 5 في 2 ب 10 زائد 15 على 5 في 3 في سالب 3 في سالب 9، 10 وسالب 9 1 تبقى 1 على 15. الوسط الحسابي للقيم، مسألة 25 5 و9 و6 و8، مجموع القيم على عدد القيم 5 زائد 9 زائد 6 زائد 8، عددهم 1 2 3 4. 5 زائد 9 14 و6 20 و8 28 على 4 7، يبقى الوسط الحسابي 7. مسألة 26 اسمه، هنقسم المعامل على المعامل، 6 على 2 في 3، سين أس 5 على سين أس 3، هنطرح الأسس، 5 ناقص 3 2، صاد أس 2 على صاد أس 2 في 1 ما ينكتبش، يبقى الناتج 3 سين أس 2. المنوال للقيم 3 و5 و55 و3، من الأكثر تكرارا يا جماعة؟ الثلاثة. واحد يقول الخمسة اتكررت ثلاث مرات، 5 5 5، لا دي مش 5، ده العدد 55، يبقى المنوال هو 3. المحايد الجمعي هو الصفر. مسألة 29 باقي طرح سالب 5 س من 3 س، لما يقول لي اللفظ باقي طرح يبقى المطروح منه الأخير 3 س ناقص المطروح سالب 5 س، يبقى 3 س سالب في سالب بموجب 5 س، 3 س زائد 5 س 8 س. مسألة 30 إذا كان س يساوي ص، الاثنين قد بعض، فإن 3 س ناقص 3 ص، يا إما إنك تشيل الس وتحط ص أو تشيل الصاد وحط س، 3 س ناقص 3، أشيل الصاد بقى وأحط س لأنهم متساويين، 3 س ناقص 3 س بتساوي 0. مسألة 31 2 و1 على 5 في نقط يساوي 1، هنرفع الكسر المقام 5، 2 في 5 ب 10 و1 11، تنضرب في كام يطلع ناتج 1؟ المعكوس الضربي تبقى 5 على 11، يبقى اكتب هنا 5 على 11. إذا كان س على ص يساوي 1 على 3، فإن 3 س على ص، الثلاثة دي أهي، بينها وبين الس على ص في، ودي الس على ص والس على ص كاملة واحد على 3، يبقى 3 تطلع مع 3 يطلع الناتج 1. ولكن من الخطأ القول أن س تساوي 1 والص يساوي 3،
لأنها نسبة، السين تساوي 1 ميم والصاد تساوي 3 ميم. مسألة 33، إذا كانت القيمة المنولية للقيم 5 و7 وسين زائد 3 و5 و7 و7، يبقى لابد أن يكون المتكرر كتير 7، دول 7، طب أنت عندي كمان 5، يبقى لازم ده يبقى ب7. ولكي يكون سين زائد 3 ب7 لابد أن السين ب4، على أن 4 زائد 3 يساوي 7. العدد، المسألة 34، العدد النسبي الذي يقع في منتصف المسافة بين 1 على 2 تدعى 4. أوحد المقامات الأول فهتبقى 4. 4 على 2 فال 2 في 1 ب 2 ودي 3. ال 2 على 4 وتقطع 4 ما فيش حاجة ما بينهم. هنضرب في 2. 2 في 2 ب 4. 2 في 4 ب 8. 2 في 3 ب 6. 2 في 4 ب 8. إيه العدد الواقع في منتصف 4 على 8 و6 على 8؟ 5 على 8. وهناك طرق أخرى عديدة. أنا ممكن أقول له 1 على 2 زائد 3 على 4 على نص. مسألة 35، الوسيط للقيم 3 و8 و5 و4 و2. هنرتب الأول ترتيبا تصاعديا، 2 و3 و4 و5 و8، نشطب الحد الأول مع الأخير، العدد الثاني مع قبل الأخير يبقى الوسيط 4. الحد الجبري 3 س ص أس 3 من الدرجة، نجمع الأسس اللي على الرموز، 1 زائد 3 4 يبقى من الدرجة الرابعة. مسألة 37، 6 س أس 3 زائد 2 س أس 3. إنها حدود جبرية متشابهة ينفع تنجمع، نجمع المعاملات 6 و2 8 س أس 3. عند جمع عدة حدود جبرية متشابهة يكون الناتج حد جبري مشابه لها ومعامله يساوي مجموع المعاملات. مسألة 38، 2 س ناقص 3 ص في 2 س زائد 3 ص يساوي 4 س أس 2 زائد ك س ص سالب 9 ص أس 2. خد بالك معايا، ده الدرس حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بين نفس الحدين. طب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، مفيش حد اوسط، هو كتب لي هنا حد الاوسط، يبقى الكاف بكام؟ بصفر. ولو حاولنا نجيب الحد الاوسط هلم الرموز، حاصل ضرب الطرفان 2 ب 6، حاصل ضرب الوسطان سالب 3 2 بسالب 6، لما اجمع السته على سالب 6 تبقى بصفر، صفر في س ص تبقى بصفر، يبقى الكاف دي لابد ان تكون بصفر. الوسط الحساب للاعداد 1 3 و7 و4 و10 هو، وسط الحساب يساوي مجموع القيم على عدد القيم. 1 زائد 3 زائد 7 زائد 4 زائد 10، 1 2 3 4 5، 10 15 25 على 5، يبقى الوسط الحسابي 5. مسألة 40، 3 س على س زائد نقطة يساوي 0. الأول حاسب 3 س على س، 3 على 1 فال 3، س على س فال 1 ما ينكتبش، 3 زائد كام يدينا 0؟ سالب 3. مسألة 41، واللي اختصر لأبسط صورة، س زائد 2 الكل أس 2 ناقص افتح قوس س زائد 2 في س ناقص 2. دلوقتي ده مربع مقدار جبري زي حدين، مربع الأول مربع الثاني، الأول في الثاني في 2، مربع الأول س في س في س أس 2، مربع الثاني 2 في 2 ب 4، الأول في الثاني في 2 الإشارة موجب، ألم الرموز عندي س 1 في 2 في 2 في 2 ب 4. بعدها سالب، احط السالب، والسالب دي مهمه جدا، افتح قوس، لان السالب ديت لناتج الضرب كله، حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بين نفس الحدين، س في س بس اس 2 موجب في سالب سالب 2 في 2 ب 4 ومفيش حد اوسط. تعالى بقى نفك القوس، س اس 2 موجب 4 س موجب 4، السالب تغير جميع الاشارات، يبقى دي سالب س اس 2 موجب 4 تساوي سينوس 2 وسالب سينوس 2 حدود جبريه متشابهه وكل منهما معكوس جمع من الاخر مجموعهم بصفر، 4 س وموجب 4 وموجب 4 موجب 8. كده حطينا المقدار في ابسط صوره. مساله 42، س سالب 5 في س زائد 5 زائد 25، حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بين نفس الحدين، لا يوجد حد اوسط، الأول في الأول س في س بس أس 2 سالب 5 في 5 ب 25 موجب 25، السالب 25 و 25 كل منهما معكوس جمع للآخر مجموعهم بصفر، يبقى الناتج س أس 2. مسألة 43، مسألة الإحصاء، بيقول لي درجات التلاميذ في أحد الامتحانات، مثل هذه الدرجات بالأعمدة البيانية وأوجد المنوال.
دلوقتي عدد الدرجه تمثل على المحور الافقي، اما عدد التلاميذ يمثل على المحور الراسي. الدرجه 6، الدرجه 9 تسيب مربع، الدرجه 12 وتسيب مربع، الدرجه 15 وتسيب مربع، الدرجه 17 وتسيب مربع. اكبر عدد في التلاميذ 8، هقسمها 1 2 3 4 5 6 7 8. درجة 6 عدد التلاميذ 4، اطلع باستخدام المسطرة. درجة 9 عدد التلاميذ 7. الدرجة 12 عدد التلاميذ 8. الدرجة 15 عدد التلاميذ 5. الدرجة 17 عدد التلاميذ 6. زي ما انت شايف، درجة 6 قصاد الأربعة، درجة 9 قصاد السبعة، الدرجة 12 قصاد الثمانية، الدرجة 15 قصاد الخمسة، درجة 15 المفروض تبقى عند الخمسة، تطلع فوق شوية، الدرجة 17 قصاد الستة، أعلى عمود عندنا عند درجة 12 يبقى الدرجة المنولية 12. مسألة 44، اطرح المقدار سالب أ أس 2 سالب 5 أ ب موجب 4 ب أس 2 من 3 أ أس 2 سالب 2 أ ب سالب 2 ب أس 2 المطروح منه الأخير. أكتبه والمطروح أحطه تحته مع مراعاة أن تكون الحدود الجبرية المتشابهة أسفل بعضها. سالب أ أس 2 سالب 5 أ ب تحت الأ ب موجب 4 ب أس 2، ونغير الاشراط لانها طرح، السالب اخليها موجب، السالب اخليها موجب، الموجب اخليها سالب، ثم نجري المساله على انها مساله جامعة والتعامل مع الاشارات الجديده. موجب 3 وموجب 1 موجب 4 ا اس 2، سالب 2 وموجب 5 موجب 3 ا ب، سالب 2 وموجب 5، الاشارتان مختلفتان، نضع اشاره العدد الاكبر ونطرح العددين. سالب 2 وسالب 4 سالب 6 بأس 2، سالب 2 وسالب 4 الإشارتين متشابهتين، نحط إشارة مثلهما ونجمع العددين. إذا ناتج الطرح 4 أ أس 2 موجب 3 أ ب سالب 6 بأس 2. مسألة 45، اجمع حكم المقدار الأول والمقدار الثاني بحيث تكون الحدود الجبرية المتشابهة أسفل بعضها، س تحت س، الص تحت ص، الأعداد تحت بعضها. 2 و 3 5 س، موجب 2 وسالب 3 سالب 1، سالب 5 وسالب 1 سالب 6، إذا ناتج الجمع 5 س سالب ص سالب 6. مسألة 46، أوجد خارج قسمة المقدار 15 س أس 5 ص أس 4 سالب 10 س أس 4 ص أس 5 موجب 5 س أس 4 ص أس 4 على 5 س أس 4 ص أس 4. نقسم كل حد من حدود هذا المقدار على 5 س أس 4 ص أس 4، 15 على 5 فيها 3، س أس 5 على س أس 4 فيها الس بنطرح الأسس، س أس 4 على س أس 4 فيها الواحد ما نكتبوش، سالب على موجب فيها السالب، 10 على 5 فيها الاثنين، س أس 4 على س أس 4 فيها الواحد ما نكتبوش، س أس 5 على س أس 4 فيها الص، طرحنا الأسس، 5 ناقص 4 1، موجب على موجب فيها الموجب، 5 على 5 فيها الواحد ما نكتبوش، س أس 4 على س أس 4 فيها الواحد ما نكتبوش، س أس 4 على س أس 4 فيها الواحد، نحفظ الخانة بواحد. مسألة 47، أوجد خارج قسمة 12 س أس 3 موجب 18 س أس 2 سالب 6 س على 6 س، 12 على 6 فيها 2 س أس على س بس أس 2 موجب على موجب فيها الموجب، 18 على 6 فيها 3 س أس على س فيها س بنطرح الأسس، 2 ناقص 1 1، سالب على موجب فيها السالب، 6 على 6 فيها الواحد ما نكتبوش، س على س فيها الواحد ما نكتبوش، نحفظ الخانة بواحد. إذا كان المقسوم مقدار جبري مكون من ثلاثة حدود، لابد أن يكون ناتج القسمة مقدار جبري مكون من ثلاثة حدود. مسألة 48، استخدم خاصية التوزيع. دلوقتي هذا المقدار مكون من ثلاثة حدود، لأنه يفصل بين الحدود الزائد والناقص. بتوزع عليهم كلهم 5 على 17، وأقول له في، يتفضل من هذا الحد 10، زائد، يتفضل من هذا الحد 23، زائد يتفضل من هذا الحد 1. إذا كان المقدار مكون من ثلاثة حدود، لازم جوه القوس يبقى ثلاث حدود. يبقى 5 على 17 في 10 زائد 23، 33 و1 34، مقام 1،
على 17 فال 1 على 17 فال 2 5